لا والله جينك، قلبي مو مرتاح ابدا. كيف يعني هلا قاتل بابا بده يضل عم يتنقل برا بكل حريه وعايش حياته؟ ايه صحيح، بس حتى لو سحبتي الدعوه تبعك انت، الحق العام حيستمر، لانه مثل ما بتعرفي في رابط بين موت تشاتين وموت ابوكي. اي بعرف بعرف، بس القاتل مين ما كان يكون كان رح ينزعج من الدعوه تبعنا. بس طبعا لما بفكر انه لازم اتخلى عن هي الدعوه مشان اخي مارت، اف خليني اروح احسن. خليني وصلك على المطعم. لا لا ما في داعي ابدا عزراء، بوصلك طريقي على طريقك. بروح لحالي. انت لأيمتى بدك تضلي عم تعنديني هيك؟ لحتى تستسلم انت. ومين قال لك هالشي؟ شو هو؟ انه جينك ممكن بلحظة انه يستسلم. جينك اسمعني، انا بروح لحالي لو سمحت، لا تصر. بعدين ما في داعي تهتم فيني كل هالقد، انت في عندك شغلك وعندك ستك اللي بحاجة لدعمك هلأ، وعندك حياتك. أنا ما عندي حياة، لا أنا ما عندي حياة، أنا عم حاول أرجع أبنيها من جديد. وكيف بده يصير هيك؟ يعني أنا حاجة بعديني عنك بقى. أنت عم تقولي إنك ما عم تقدري تتنفسي لما بكون موجود، وأنا كمان ما عم بقدر أتنفس لما بتكوني بعيدة. أنت قتلتي السعادة اللي جواتي، فلا تقتليني. خليني وصلك يلا. طيب قدرتوا تحكوا مع الست سمرة؟ ايه حكينا معها، هي مرة عصبية كتير وكانت حاسمة كتير بموضوع زيارتك لمارت، وبدها يطبق كل شي مكتوب بقرار المحكمة. مو معقول هالحكي بالقرار مكتوب يوم واحد؟ يعني مارت ما بيتحمل غيب عنه كل هالوقت؟ أنا فهماني عليكي، مشان هيك أصلاً عم بسمح لك تشوفي. الولد متعلق فيكي كتير، وبصراحة استغربت كيف ما أخدتي الوصاية. لا تسأليني، والله أنا رح جن كل ما تذكرت هالشي. بالحقيقة مارت اختار سمرة بنفسه، بس أنا هلأ ما عم أفهم هو ليش اختارها هي مع أنه بيحبني ومتعلق فيني. يمكن يكونوا ضغطوا على الولد. لا مارت مانو من الأطفال اللي بيتأثروا بالضغط، هو بيقول اللي بيخطر على باله مو أكتر. إيه صحيح، بس عالم أطفال التوحد مختلف تماماً، وخداعهم سهل كتير، وببساطة ممكن إقناعهم بأي شيء ملموس، هنن حساسين كتير. يمكن ما قدر يحاكم الموضوع بطريقة صحيحة، بيكونوا قالوا لمارت هذا الصح وهو تقبل هالشي. تفضلي خليني وصلك على غرفة مارت. شكرا كتير، شرفتي. تفضلي مارت. عزراء اجيت. اجيت طبعا اجيت. اجيت يا حبيبي، اجيت لانه عزراء عطت مارت وعد وقالت انها رح تجي. تعرف انه عزراء ما قدرت تنام بالليل، فكرت بمارت كتير. عزراء رح تاخد مارت، مارت ما رح يبقى هون. ممكن تتركينا لحالنا؟ انسي عزراء، نحن سمحنا لك لانك اجيتي لهون ولانه وعدتي مارت. شوفي خمس دقائق وطلعي لو سمحتي، ما فينا نعمل اكتر من هيك. خلي عزراء تاخد مارت. رح تاخد مارت حبيبي، أنا بوعدك عزراء رح تاخد مارت وما رح تخليه يبقى هون أبدا. شنطة مارت بالخزانة. إيه بس هلأ ما رح يمشي الحال مارت، أول شي لازم أحكي مع معلماتك، لازم أخد إذنه ووقتها بيجي باخدك. أنت هلأ بس استنى شوي. لا عزراء بدي تاخد مارت هلأ، وإلا مارت رح يزعل من عزراء. مارت لا تعمل هيك، بترجاك. عزراء ما بتحبه لمارت. استناني هون، أنا راجعة فورا. ماشي رح أخذك من هون. عزراء رح تاخد مارت من هون، رح تاخده لمارت.